أهلا بكم في ترند. نشر العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي مقطع فيديو عبر حسابه في الانستغرام لرجال الجيش في أحد قواعد العمليات المتقدمة في ميادين المعارك، وهم يتمرنون بأشياء بسيطة أثناء وقت الراحة من العمليات والمهام. وكتب سموه: على العموم كفوا عليهم، ومعروف إن البحريني يدبر روحه وين ما كان. أقسم بالله العظيم أن خدمتي مع هالرجال ومعرفتهم شخصيا شرف لي لن يوازيه أي شيء آخر في هذه الدنيا. ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات بنعي خليفة دعفوس المهيري الذي وافته المنية يوم أمس بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وتصدر هاشتاغ خليفة دعفوس توب ترند في تويتر في دول الخليج. وقدم الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية تعازيه في وفاة خليفة دعفوس، وكتب على تويتر: خالص تعازينا ومواساتنا في فارس الإرادة خليفة محمد دعفوس المهيري، سيبقى خليفة رحمه الله مصدرا ملهما للتفاؤل والأمل والصبر والإيجابية. تقبله الله قبولا حسنا وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان. كما نعت الإمارات الشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ الذي كان يشغل منصبي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب. ونعى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حبيب الصايغ في تغريدة على حسابه بتويتر قال فيها: فقدت الإمارات اليوم أحد أعمدة الإعلام والصحافة والأدب، رحم الله حبيب الصايغ وأسكنه فسيح جنانه. وأضاف: سيبقى عمله وشعره وكتاباته المحبة لوطن خير إرث له، وستبقى الأوطان خير شاهد على أصحاب الأقلام. اللهم ألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. خبر غير سار لمحبي شخصيات سبايدر مان، فهذه الشخصية لن تتواجد أبدا في أفلام ديزني التي أعلنت عن استغنائها عن خدمات الشخصية الشهيرة داخل عالمها السينمائي، وذلك بسبب الخلاف الذي وقع بين شركة ديزني وسوني على أحقية ملكية الشخصية. ولكن الواقع هو أن الخلاف كان على طلب ديزني زيادة نسبتها من 5% إلى 50%، وهو ما رفضته شركة سوني. الجماهير أنشأوا هاشتاغ سيف سبايدر مان أو أنقذوا سبايدر مان الذي تصدر تويتر بشكل كبير، مطالبين بإنقاذ شخصيتهم المفضلة. ربما كان اقتراض شاحن الهاتف من الآخرين أمرا عاديا بالنسبة للكثيرين، لكن حاليا ثمة تحذيرات حيال هذا الأمر، فقد أصبح اقتراض الشاحن من الآخرين محفوفا بالمخاطر كما يحذر خبراء أمن الإنترنت والفضاء الإلكتروني، إذ اكتشف الهاكرز كيفية زرع برامج ضارة في كابل الشحن يمكن بواسطتها اختراق الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر عن بعد. ويقول الخبراء بأنه لا يوجد الكثير من الشواحن المصابة حاليا، وبالتالي فهي لا تشكل تهديدا حقيقيا كبيرا حتى الآن، لكنها قد تنتشر قريبا.
لا زال هاشتاغ pray for Amazon متصدر التوب ترند في العالم إثر الحرائق المستمرة منذ 17 يوما تقريبا. ولا زالت حرائق غابات الأمازون في البرازيل مستعرة، وأصبحت المدن معتمة في النهار بسبب الدخان، وبالإمكان رؤية الأدخنة من الفضاء. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند. إلى اللقاء.